يصادف اليوم العالمي للشباب، والذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1999 للفت انتباه العالم إلى مجموعة من القضايا المرتبطة بهذه الشريحة المهمة في المجتمعات، وتلبية آمالها وحماية حقوقها وتوفير الظروف لتقوم بواجباتها. وجاء إنشاء وزارة الشباب انطلاقاً من اهتمام الدولة بشؤون هذه الفئة المهمة لجعل آمالهم وطموحاتهم رسالة لها، والعمل على تنسيق الجهود الوطنية وتعاونها من خلال تشجيع وإطلاق الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات والبرامج التكاملية الشاملة لضمان مشاركة الشباب المجتمعية وتمكينهم من الريادة الإبداعية في البلاد. وبهذه المناسبة تقوم الوزارة باحتفاليات وفعاليات وأنشطة هدفها تكريم الشباب المنجز محلياً وإقليمياً ودولياً في المجالات الثقافية والعلمية والاجتماعية والرياضية والتكنولوجية والإعلامية والدينية والصحية، إلى جانب المجالات المتصلة بالبيئة والطاقة وريادة الأعمال.